خليني ابدا معاك من الاخر، ايه رايك؟ من لحظه ما نزلت الحشود بعد انتهاء حكايه وطن وتم عرض الملفات للناس، وفي اخر يوم الحشود نزلت في المحافظات وفي مراكز وفي القرى بتطالب سياده الرئيس بان هو ينتوي الترشح وخوض غمار انتخابات في الفتره القادمه، ايه رايك؟ طيب، يعني الحشود اجتمعت على أساس الاحتفال بالذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة، وانطلقت الأفكار في وسط هذه الاحتفاليات بمناشدة السيد الرئيس بالترشح للدورة الجديدة أو الدورة الثالثة، الدورة الرئاسية الثالثة. الحشود في إدراك طبيعي للعقل الجمعي المصري وللذاكرة الوطنية المصرية، وبتقدر تقول ان هي مصرة على استكمال العبور الثاني. اذا كنا قد انجزنا العبور الاول في حرب اكتوبر المجيدة 73، مازال ملح الارض المصري، الشعب المصري البسيط، الشعب المصري الذي تمتع بانجازات الجمهورية الجديدة، هو الأكثر إدراكا لعملية التنمية المستدامة اللي تمت، وهو الأكثر إصرارا وسط زيف عدد كبير جدا من الإعلاميين للأسف، وزيف عدد كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وزيف الإعلام المعادي للدولة المصرية، أنه يكمل الطريق وأنه يتمسك بهذه الجمهورية الجديدة، وانه يتمسك بالرئيس عبد الفتاح السيسي كقائد لهذه التجربه التنمويه الفريده. طيب خليني اسالك عند النقطه دي. ليه؟ طيب اقول لحضرتك ليه؟ لان الامر يرتبط بفكره جوهريه، ان هذه رعايه الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن الذي عبر بنا في 73. تمام. وكنا نعبر تحت شعار الله اكبر. وهو نفس ربنا سبحانه وتعالى اللي رعى الشعب المصري وأنجح ثورة 30 يونيو. إرادة شعب رعاها الله واستجابت لها القوات المسلحة الشريفة، واستطعنا أن احنا ننجز من خلال هذه الإرادة ورؤية القائد الاستراتيجية في كافة المناحي هذا الإنجاز الوطني الذي يعبر عن الاستثناء المصري في التجربة التنموية، اللي لدي كل القناعة أنها التجربة سيتم تدريسها في كافة المحافل الدولية باعتبارها نموذجا كباقي النماذج التي استطاعت أن تحقق التنمية في الفترات الأخيرة، خاصة تجارب دول النمور الآسيوية. طيب عايز أتوقف معك في بعض المشاهد في خطاب سيادة الرئيس في اليوم الختامي. جملة قالها أعتقد أن صعب أن مرشح أو من سيخوض غمار انتخابات يقولها بهذه الأريحية، لما قال أولا في البداية يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ودي آية طبعا القرآن الكريم مستشهد بيها بشكل واضح. دي واحد. اتنين، لما السيد الرئيس قال يعني لو أنا اللي ربنا كاتب لي فليوفقني الله، ولو حد غيري ربنا كاتب له فليوفقه الله. أنت وقفت إزاي عند النقطة دي؟ هو قدم التوفيق لغيره قبل أن يقدمه لنفسه. تمام. و يعني استحضار الدعم والمدد الإلهي حاضر في كل تحليل مفردات خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 لغاية النهاردة. أمرين يمكنك التوقف عندهم في تحليل خطاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأمر الأول الإشادة الدائمة بهذا الشعب، والتأكيد على أن رعاية الله سبحانه وتعالى لإرادة هذا الشعب هي اللي مكنتنا من الصمود والبقاء والاستمرار في هذه التجربة المصرية. الأمر الآخر يعبر عن إدراكه لأهمية هذا الاستحقاق القادم، ودفعه للشعب المصري للنزول والمشاركة والتعبير عن إرادته الحرة، وإيمانه بأن الله سبحانه وتعالى سيرعى وسيحافظ على هذا الوطن، ومؤكد ان ده هترجمه اختيارات المواطنين سواء صحيح. كانت لغيره كما تمنى له التوفيق، او لسيادته
كما ترغب جموع المصريين من أجل استكمال هذه المهمة الثقيلة. لكن بهذه العبارة اللي سيادته حطها في سياق حديثه هو بيعبر عن تقديره وتثمينه لمشاركة أي طرف حابب يشارك ويستكمل ويستكمل شروط الترشح، وأن من يوافقه الله من أجل استكمال شروط هذا الترشح عليها أن يخوض غمار هذه الانتخابات في ضوء من هذه الروح المهذبة طبعا. المحترمة التي تحافظ على الخطاب في إطار ملتزم بمفردات تميزه عن غيره. وإحنا متابعين لكل المرشحين المحتملين حتى هذه اللحظة، وقادرين نقف على الشطط اللي البعض وصله في توصيف سياسات السيد الرئيس، وحتى قبل أن ينتهي المؤتمر. لا ما احنا حتى قبل ان ينتهي المؤتمر أنا لا هنتكلم في دي بنقطة مهمة يا استاذ طه. انا عارف هنتكلم فيها بشكل كتير. قبل ان ينتهي المؤتمر طيب كان يبث منشورا لا يراعي فيه حتى حدود اللياقة في التعامل تمام مع ما تم ذكره، لان ده حاضر في ذهن الرأي العام. الرأي العام قادر على التمييز، وده المهم، ان الرأي العام هيقارن بين طبعا. شخص ممثل في سيادة الرئيس يقدم الأمنيات بالتوفيق لغيره في مقابل إساءات ترد من الجميع، ودي ما هو قال لهم مني كل التقدير والاحترام والعكس، وده الفارق. ما هو خلي بالك هقول لحضرتك وأنت تعلم وأنا أعلم أن دائما اللي إيده في كل الأمور واللي شايف المطبخ السياسي عامل إزاي وتعايش مع حكومات ومؤسسات غير اللي بيتفرج على التلفزيون وبيشاهد، ده منطق وده منطق. عشان كده انا عارف النقطه اللي انت عايز تتوقف عندها دي، بس احنا ارقب ان احنا نعلق على الحاجات دي. لكن هقول لك حاجه، شايف الانتخابات الجايه ازاي؟ طيب في حضور من انتوى الترشح يعني، وده حقه اصلك ما تقدرش تحكم على الانتخابات اللي جايه ازاي غير بعد اعلان قوائم المرشحين. وتقدر تحدد فرص وحظوظ كل مرشح منهم تمام، وتقدر تقول كل مرشح منهم ايه مناطق نفوذه وايه مساحات تأثيره، والدعم اللي هيجيله هيكون من اي طرف من الاطراف.